والآن مع الخبر العاجل مع زميلي المراسل إيميليو أبو العافية. ألو 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 إيميليو. أيوة عايزينك لنا إيه اللي بيتم وبيحصل في مستشفى هافانا. انا معاك دلوقتي على الهواء رولا. دلوقتي في مستشفى هافانا نلقي القبض على المريض انزل يا مجنون، انزل ما تفضلش في ناحية، انزل يا مجنون، انزل ما تفضلش في ناحية. والله والله يا لا والنبي حرام انا لا 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 ماما هتوصل البيت. ماما زمانها جاي بعد شوية جاي بلعب خلاص بس ماما خليها بابي ايه شعورك يا دكتور عندما تم القبض على المريض شتشت؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله سيطرنا على الموضوع. ايه وهكذا حدث اليوم كما رأيتم تم القبض على المريض شتشت. حدث انقطاع في البث وهنكلم ايميليو فيما بعد. والبس رجع تاني وهنكلم ايميليو وعايزينك تقول لنا ايه اللي بيحصل في شارع شكوكو. احنا دلوقتي في شارع شكوكو نلقي القبض على بروتوكول بيبوين. الان ونلقي لكم الحادث. نلقي لكم الحادث الان. كاتش هيم. يس سير. مش هتاخدها مني يا باشا روح تجيب الشندوش بس ما لقيتش يا باشا. يا ده هو ده حني. اضرب ما انت سيد المعلمين. حرام عليك. علمتني يا بيه. وكذا تم القبض على بروتوكول بيبوينو الذي يرحب شارع شكوكو ويعمل فيه البلاوي السوداء. وكان معكم ايميليو ابو العافيه قطاع الاخبار بالملعقه. شكرا يا ايميليو مع الاخبار الحلوه اللي انت قلتها لنا.